أكلتنا اليوم هي المعكرونة مع رأس الكباب المشوية بالفرن والبندورة. أكلة كتير طيبة ولذيذة، وبس تشوفوا الطريقة راح تتشجعوا تعملوها لأني طيبة كتير كتير كتير. ويلا هلأ مع بعض بنشوف المكونات وبنطبقها شوي شوي مع بعض. هلأ عنا أول شي 1/2 كيلو كباب مدهنة، يعني لحمة مفرومة، وعنا بصلتين مفرومات بشكل ناعم، وعنا حبة ثوم مفرومة كتير كويس كمان، وعنا بقدونس مفروم بقى واحدة، راح نضيف على باقي الغراض. وهلأ راح نضيف ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة بهارات مشكلة أو الـ7 بهارات، وراح نخلط كل المكونات مع بعض ونعجنهم بطريقة كتير كويسة. عفوا انا نسيت اضيف الفليفلة، ملعقة صغيرة كمان فليفلة حمراء يابسة، وبنرجع بنفرك كل شي مع بعض لينخلط بشكل كتير كويس. وهلا اختلط كل شي مع بعضه، وهلا شي تمام، الكباب صار تمام. رح نعملهم اقراص، بنكورهم بايدنا وبعدين بنمدهم شوي على شكل اقراص، بنكمل كل الصينية هيك. هلا عندي بندورة مقطعة أقراص رقيقة، راح نمدن فوق الكبابة. وهلا بنضيف شوية ملح على أقراص البندورة، وشوية بهارات مشكلة كمان، هلأ بنضيف فوق كل قرص من البندورة شوية بقدونس مفرومة وهيك تمام. وهلأ القراص اللي زادت من البندورة المقطعة بنمدها كمان بالصينية مشان تتشوى معهم. ورشة ملح ورشة بهارات كمان. هلا بندخلهم على الفرن، بنشعل النار بس من تحت لبين ما تستوي اللحمة. وهلا راح نضيف ملعقتين صغار ملح للمعكرونة، وملعقة صغيرة كمان بهارات مشكلة، وراح نضيف المي السخنة لفوقها. وهلا بحطها على النار لتنسلق بشكل كتير كويس. وهلا معكرونتي صارت جاهزة، انسلقت كتير كويس. هلا راح نحاول نعملهم اقراص ونحطهم بصينية تانية، ونحط فوقهم جبنة قشقوان او موزاريلا. هلا صينية الكباب كمان الأقراص جاهزة، رح نشيل قرص لحمة مع البندورة ونحطهم فوق قرص المعكرونة.
بنمدهم على كل الأقراص. ريحتها من هلا بتشهي والله، كتير شي هيك ريحة بتشهي القلب. هيك تمام. هلا كمان نرجع بندخله على الفرن، يعني شغلة كم دقيقة بس لتذوب الجبنة الموزاريلا أو الأشقوان. هلا صارت جاهزة للأكل، ريحة بتشهي بتشهي، وأنا جوعانة يا لطيف. وشكرا كتير كتير للمتابعة، وإن شاء الله بالصحة والعافية يا رب، وإلى اللقاء مع أكلة جديدة إن شاء الله. باي باي.